الرئيس السيسي يثني على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة. شكري يؤكد التزام مصر بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة برغم عراقيل الاحتلال. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 12 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها نحو 132 شهيدا. سلام الله عليكم. 3 عصرا الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة، بدايتها مع حور محمد. أهلا بك حور. أهلا بك محمد. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام. نبدأ هذه النشرة بهذا الخبر، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس التنفيذي للشركة أطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر، مشيدا بالمناخ الخاص بالتعاون السائد بين الجانبين، ومؤكدا اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة، هذا في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية. من جانبه أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. جاء مشروع القانون تنفيذا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور والتي ستنتهي 4 كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ مختلف الإجراءات المتعلقة بتخصيص الوحدات المتاحة وتسليم الوحدات السكنية R3 بالحي السكني للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بنجاح انتقال 50,000 موظف إلى المقال الجديدة لمؤسسات الدولة بالحي الحكومي، ومشيرا إلى الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لإسكان الموظفين بواقع 10,000 وحدة سكنية بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر، وسيتم تسليم المرحلتين الثانية والثالثة في غضون الفترة القليلة القادمة. كما أكد مدبولي على أن نجاح انتقال المؤسسات بموظفيها هو أحد ثمار الإصلاح الإداري الذي نفذته الدولة المصرية بدءا من عام 2014. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة، حيث ألقى وزير الدفاع كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المكلفين بها على أكمل وجه. المزيد في التقرير التالي.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة ومناقشة أساليب تطوير الأداء والقدرات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته. تضمن اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وكذلك أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها. كما قام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من القادة والضباط تقديرا لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المكلفين بها على أكمل وجه، مؤكدا أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ مهامها في الدفاع عن الوطن بجانب دورها الداعم لمسيرة تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة. وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف. يواصل معبر رفح البري عمله في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الكبيرة منذ بداية التطورات في غزة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد وزير الخارجية سامح شكري على التزام مصر الراسخ منذ بدء العدوان على قطاع غزة بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الرغم من العراقيل المتعمدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي. جاء ذلك خلال استقباله سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك في أول زيارة لها إلى المنطقة عقب توليها المنصب، حيث أكد دعم مصر للدور المنوط بالمسؤولة الأممية وحرص مصر على تقديم التسهيلات كافة لتمكينها من أداء مهامها. من جانبها أعربت المسؤولة الأممية عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دبلوماسيا من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلا عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع. أشادت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير هيفاء أبو غزالة بجهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إنسانيا وسياسيا، وذلك في مواجهة الأزمة الطاحنة التي يمر بها. وخلال افتتاح ملتقى الشباب العرب واستشراف المستقبل، أشارت أبو غزالة إلى زيارتها لمعبر رفح لتوصيل المساعدات الإنسانية وزيارة المصابين بمن فيهم الأطفال الخدج الذين تصادفهم المستشفيات المصرية.
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع العديد من العوائق أمام دخول المساعدات إلى غزة، ما يؤدي إلى تفاقم محنة الفلسطينيين. وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الأسترالية بين يونغ أن هذه العقبات تعني أنه تمت تغطية 10% فقط من إجمالي احتياجات أكثر من 2 مليون شخص من سكان غزة تحت الحصار. نعمل عبر إرسال مساعدات إلى رفح، ومن رفح تدخل إلى غزة أيضا ضمن الآلية المتبعة حاليا، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي أيضا أرسلنا مساعدات عبر جسر الملك حسين إلى غزة أيضا. نحن مستمرون في عمل كل ما نستطيعه لإرسال كل المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق، لكن الواقع أن الإجراءات الإسرائيلية تحول دون إيصال ما يكفي من المساعدات. حتى اللحظة لم يصل إلى غزة أكثر من 10% من الاحتياجات الفعلية للقطاع حسب أرقام الأمم المتحدة. واصلت عدد من المنظمات الأممية كشف زيف وكذب الادعاءات الإسرائيلية التي كررتها أمام محكمة العدل الدولية، وذلك حول دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على وصول بعثات الإغاثة إلى غزة، وسط تحذيرات من مجاعة تلوح في الأفق بالقطاع المحاصر. المزيد في سياق هذا التقرير نتابع. يوما بعد الآخر يواصل العالم والمنظمات الأممية تكذيب الرواية الإسرائيلية التي تحاول التنصل من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وتحاكم عليها أمام محكمة العدل الدولية. ففي تقرير جديد كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن السلطات الإسرائيلية زادت منذ مطلع العام الجديد القيود على وصول بعثات الإغاثة إلى غزة وسط تحذيرات من مجاعة تلوح في الأفق بالقطاع المحاصر. وقالت الوكالة الأممية إن 7 فقط من أصل 29 دفعة لتوصيل الغذاء والدواء والمياه والإمدادات الأخرى كانت مخططة منذ بداية عام 2024 وصلت إلى وجهاتها في شمال غزة إلى حدود يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يشل قدرتها في المجال الإنساني على الاستجابة بشكل هادف ومتسق وعلى نطاق واسع لمئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في شمال غزة. وأضافت أوتشا أن القيود الإسرائيلية على بعثات الإغاثة ورفضها لها تؤثر أيضا على الوصول إلى مدينتي دير البلح وخان يونس في وسط وجنوب غزة. ووفقا لعمال الإغاثة تشتد حاجة سكان غزة للمساعدات وخاصة المواد الغذائية في جميع أنحاء القطاع وخاصة في الشمال، وذلك مع مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي صم أذانها عن الاستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المتكررة بضرورة وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل ضمان وصول المساعدات الكافية إلى حيث تكون هناك حاجة إليها ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقا. وسلط رئيس منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم بدوره الضوء على عدم وصول المساعدات الكافية إلى مناطق بغزة، محذرا من تزايد خطر المجاعة في القطاع وتعرض المزيد من الأهالي لتفشي الأمراض الفتاكة، مؤكدا على الحاجة الماسة لإحداث تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس التنفيذي للشركة أطلع الرئيس على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر، مشيدا بمناخ التعاون السائد بين الجانبين. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع السيد رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA CGM بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد باتريس بيرجاميني النائب الأول لرئيس الشركة الفرنسية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
المستشار أحمد فهمي صرح بأن الرئيس التنفيذي للشركة أطلع السيد الرئيس على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر، مشيدا بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، ومؤكدا اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل في مصر في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية. من جانبه أثنى السيد الرئيس على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها نحو 132 شهيدا و252 مصابا في اليوم الثاني بعد 100 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة غزة، طالت أحياء تل الهوى والصبرة والزيتون ومخيم جبالية شمال قطاع غزة، كما تعرضت مدينة خان يونس لقصف جوي ومدفعي. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد وصلت حصيرة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24,285 شهيدا و61,154 مصابا. لذلك قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 4,368 طالبا استشهدوا، فيما أصيب أكثر من 8,000 بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية. لفتت الوزارة إلى أن 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة و70 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 42 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب. قام فلسطينيون نازحون من مدينة رفح الفلسطينية بإحراق منشورات ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن تلك المنشورات تأمر سكان خان يونس بإخلاء حي المنارة والسلام. يا عم ملهاش لازمة، اليهود عارفين انه بدنا نتدفى، فيش ورق عنا، جملتهم حالهم قد ما يرموا مش هيخوفونا، احنا شعب فلسطين جبارين، اللي عملناه فيهم مو قليل، لسه اللي جاي أسوأ من اللي راح، ينحرقوا كل. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال التي فرضت قيودا على دخول المصلين إليها. أفاد شهود عيان بأن المستوطنين الذين بلغ عددهم العشرات اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية. فرضت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى فرضت قيودا على دخول الفلسطينيين للمسجد، وتسبب ذلك في انخفاض أعدادهم للشهر الرابع على التوالي. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات المستعمرين المنظمة والمسلحة وجرائمهم ضد المواطنين وأراضيهم ومنازلهم، والتي شهدت تصعيدا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مطالبة بوضع منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب الدولية. هذا وأضافت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجرائم تهدف إلى دفع الأوضاع في الضفة الغربية إلى دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها. أمان.
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردين إن المطلوب هو إصلاح سياسات واشنطن تجاه الشعب الفلسطيني والتوقف عن دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. أضاف بوردين أن أي تغييرات أو إصلاحات ضرورية في السلطة الوطنية الفلسطينية ستكون وفق أجندة فلسطينية وليست وفق أجندات خارجية، مؤكدا أن المحاولات المستمرة للمس بالقرار الوطني المستقل أو بمنظمة التحرير الفلسطينية ستفشل. وطالب بوردين الولايات المتحدة بالتوقف عن السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. أكد المجتمعون على هامش أعمال قمة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية كامبالا ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة وتوفير الدعم الإنساني بكميات كبيرة ورفض وإدانة التهجير القسري من غزة وفلسطين عموما، كما أكدوا أيضا دعم فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإنجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال وحل قضية اللاجئين وفق قرار 194. كما رحب أعضاء المؤتمر بخطوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية بإجماع كامل. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من البلدات في جنوب لبنان، واستهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفسفورية بلدات حولة وكفر كلا والعباسية والخيام وميس الجبل. أكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي قد حلق طيلة ليلة أمس وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. حضر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير من خطر نشوب صراع أكبر وأكثر تدميرا مع استمرار تبادل إطلاق النار في كل يوم عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وعقب اجتماعاته مع مسؤولين إسرائيليين لبحث عمل هيئة مراقبة الهدنة، جدد وكيل الأمين العام التزام قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان بتنفيذ ولاياتها وجهودها لمنع المزيد من التصعيد. قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم الإيراني على أربيل وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دوليا. كما عربت الخارجية العراقية عن إدانتها للعدوان الإيراني مؤكدة أن بغداد ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الهجوم، ومن ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن. من جانبها أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق ضرورة توقف الهجمات المنتهكة لسيادة العراق من أي جانب. تعقد الجامعة العربية غدا الأربعاء اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال. وكان مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر قد أعلن أن بلاده تقدمت بطلب إلى جامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه إثيوبيا حق استغلال 20 كيلومترا شمال غرب الصومال في البحر الأحمر، إضافة إلى استغلال ميناء وقاعدة عسكرية بهذه المنطقة. We'll be right back.
يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة مدنية في نيويورك، حيث تتم مقاضاته للمرة الثانية بتهمة التشهير من قبل الكاتبة إي جين كارول، بعدما كان قد أدين في العام 2023 بتهمة الاعتداء عليها. وتسعى إي جين كارول للحصول على تعويض قدره 10 ملايين دولار على الأقل، فيما ينكر ترامب معرفته بها على الإطلاق. وتأتي هذه المحاكمة كواحدة من 6 دعاوى مدنية وجنائية يواجهها الرئيس الجمهوري السابق في ظل سعيه للحصول على ترشيح حزبه له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. هذه المحاكمة تأتي غداة انتصار ترامب الساحق في الانتخابات اللاتمهيدية بولاية آيوا، وهو الفوز الذي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجعل من سلفه الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهته للمرة الثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. من بين 8 متنافسين سجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول انتصاراته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، والتي جرت في ولاية أيوا في الغرب الأوسط للبلاد. تلك الانتخابات التي ستحدد من سيمثل الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل. نتيجة الانتخابات التمهيدية في أيوا جاءت لتؤكد صدق استطلاعات الرأي التي وضع ترامب ذي 77 عاما في مقدمة من يحاولون الحصول على تمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض. ورغم القضايا التي تلاحقه، فقد تصدر ترامب سباق الجمهوريين في أيوا متقدما على أبرز منافسي، وهما حاكم فلوريدا رون دي سيانتس والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، اللذان يحاول كل منهما تقديم نفسه كبديل يستطيع الدفاع عن مبادئ الحزب الجمهوري دون إثارة ذلك الجدل الصاخب الذي صاحب ولاية ترامب السابقة. وعقب فوزه دعا ترامب الأمريكيين إلى الاتحاد، بينما اعتبر الرئيس الحالي جو بايدن أن الفوز السهل الذي حققه سلفه يجعل منه بكل وضوح الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. ولاية أيوا منحت ترامب فوزا يؤكد موقعه المتقدم وسط حزبه، فيما تنتظره معركة أخرى بعد أسبوع في ولاية نيوهامبشير التي تتمتع فيها منافسته نيكي هيلي صاحبة الأصول الآسيوية بميزة نسبية حتى الآن بحسب استطلاعات الرأي. حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على وقف التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، وخلال اجتماعه بوزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي خلال زيارته إلى موسكو، أكد لافروف أن روسيا تؤيد التسوية الشاملة للتوترات في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في خلق تهديدات أمنية لكوريا الشمالية لا تساهم في حل المشاكل في المنطقة. تبادلت الكوريتان الشمالية والجنوبية التهديدات التحذيرية، ففي حين قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن أي انتهاك من قبل جارته الجنوبية لأراضي بلاده سيشعل حربا بين البلدين، تعهد نظيره الجنوبي بمعاقبة بيونغ يانغ بعقاب أشد في حالة قيامها باستفزاز لبلاده. المزيد في سياق هذا التقرير. تطورات متلاحقة تشهدها الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، جديدها إعلان رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن أي انتهاك من جانب نظيرته الجنوبية لمليمتر واحد من أراضي بلاده سيشعل حربا بين الجانبين. كما صعد كيم جونغ من حربه الكلامية برفضه الاعتراف بخط الحد الشمالي الذي يمثل عمليا الحدود البحرية بين الكوريتين، متعهدا باحتلال كوريا الجنوبية بالكامل في حال نشوب حرب بين البلدين. التصعيد الشمالي قابله ردا جنوبيا قويا وحاسم، حيث تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول بمعاقبة بيونغ يانغ بعقاب أشد عدة أضعاف في حالة قيامها باستفزاز بلاده.
معتبرا أن حكومته تختلف عن سابقاتها وأن الجيش يمتلك قدرة ساحقة على الرد. من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية نددت في اجتماع مشترك عبر الهاتف بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب يوم الأحد الماضي. التهديدات المتبادلة بين الجارتين يأتي في أعقاب قيام بيونغ يانغ بحل الوكالة الحكومية المكلفة بملف إعادة التوحيد بين البلدين، وطلب كيم جونغ تعديل الدستور لتوصيف الجنوب بأنه عدو رئيسي وثابت، مؤكدا أن الرغبة في إعادة التوحيد مع الجنوب هي خطأ. وتدهورت العلاقات بين الكوريتين مؤخرا بشكل حاد، واستدعى إطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا تجسسيا نهاية العام الماضي تعليق سيول اتفاقا عسكريا أبرم في العام 2018 كان يرمي إلى نزيفة للتوترات. ومع مطلع العام الحالي أطلق بيونغ يانغ تدريبات قذائف مدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية، وهو الأمر الذي ردت عليه سيول بتدريبات مماثلة. كما تسبب إطلاق الجارة الشمالية لصاروخ متوسط المدى في أول اختبار صاروخي باليستي لها هذا العام في تصاعد التوتر القائم بالفعل. أعلنت خارجية الصين أنها استدعت السفير الفلبيني بعد تصريحات رئيس الفلبين فرديناند ماركوس أنه يتطلع إلى العمل مع السلطات المنتخبة في تايوان. أوضحت وزارة الخارجية الصينية أن الجانب الصيني يعارض ذلك بشدة. من جانبها جددت وزارة الخارجية الفلبينية التزام الفلبين بسياسة صين واحدة. دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى زيادة الدعم لأكثر من 96 ألف طفل تضرروا من الزلازل في أفغانستان. هذا وأعربت اليونيسف عن قلقها إزاء أوضاعهم خاصة في ظل برودة الطقس. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فقد تسبب الزلزال الذي وقع قبل 100 يوم في فقدان أعداد كبيرة من الأسر لمصدر رزقهم. شهدت جزيرة هوكايدو شمال اليابان حادث اصطدام بين طائرتين، إحداهما تتبع شركة يابانية والأخرى تابعة لشركة الطيران الكوري الجنوبي. وأشارت وسائل إعلام يابانية إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء اصطدام الطائرتين. عهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا رغم الخلاف في الكونغرس بشأن الموافقة على تمويل جديد لكييف. وخلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في داووس، أكد بلينكن عزم واشنطن مواصلة دعم كييف في حربها مع روسيا من خلال التعاون بشكل وثيق مع الكونغرس، كما أكد كذلك ثقته باستمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا. تقوم السلطات الأوكرانية بإخلاء 26 قرية في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد بسبب الهجمات المتكررة للجيش الروسي. وقال حاكم الإقليم أوليغ سينوغوبوف نجري عملية إخلاء إلزامي لسكان المنطقة البالغ عددهم 3043 شخصا من بينهم 279 طفلا.
أكد وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا أن استمرار المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية لبلاده تعزز قدراتها على مواجهة القوات الروسية خلال الحرب الحالية، ويجنب الغرب مواجهة مباشرة مع روسيا. كما ناشد وزير خارجية أوكرانيا أعضاء الكونغرس الأمريكي الإسراع بإقرار حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لبلاده، مؤكدا أن الخسارة التي سوف يتكبدها الغرب في حالة انتصار روسيا سوف تكون أعلى بكثير من تكلفة المساعدات التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا. أكد مستشار وزير الدفاع الروسي أندري إنتسكي أن أكثر من 400 قمر صناعي تابع لحلف ناتو يعمل لصالح القوات الأوكرانية ضد روسيا خلال العملية العسكرية في أوكرانيا. وأشار إنتسكي إلى أن 70 قمرا منها فقط عسكرية بشكل رسمي بحكم القانون، والباقي أقمار تجارية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكاتف جهود المجتمع المدني والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توزيع نحو 1000 وجبة جافة على الأسر الأولى بالرعاية بمنطقتي أبو زعبل وكفر عبيان بمحافظة القليوبية، وذلك بهدف تقديم الدعم الغذائي لهذه الأسر. كما أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي توزيع وجبات جافة وطازجة بصفة دورية في قرى مركز الخنكة والمراكز المجاورة بالمحافظة. أعلنت وزارة الثقافة تفاصيل البرنامج الثقافي لفعاليات الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 25 من يناير الجاري حتى 6 من فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف.
اقتصاديا لمشاهدينا، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم مدعومة بمشتريات المتعاملين الأجانب. ربح رأس المال السوقي نحو 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.880 تريليون مليار جنيه. هذا وارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 2.62%. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.27%. وافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع ميزانية معدلة بقيمة 112 تريليون و570 مليار ين للسنة المالية المقبلة والتي تبدأ في إبريل القادم. كان رئيس الوزراء قد أمر بمراجعة نادرة لخطة الميزانية لضمان تخصيص أموال كافية لإغاثة وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بقيمة 500 مليار ين إضافية من أموال الطوارئ. ستكون الميزانية الثانية أكبر ميزانية بعد الرقم القياسي البالغ 114 تريليونا و380 مليار ين للعام المالي الحالي. هذا وأشارت الوكالة الفرنسية إلى توقعات مجموعة من الخبراء باحتمال أن يسجل الاقتصاد الصيني أقل معدل لنمو سنوي له منذ أكثر من 3 عقود في عام 2023، وذلك بعد أن عصف به قطاع العقارات. المزيد في سياق هذا التقرير متابعة. لا يجد الاقتصاد الصيني مخرجا آمنا له هذا العام نتيجة التحديات المتلاحقة التي يواجهها بعد أن عصفت به أزمة قطاع العقارات والتي رافقها ضعف في الاستهلاك وتفاقم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. توقعات مجموعة من الخبراء للوكالة الفرنسية أشارت إلى احتمال أن يسجل الاقتصاد الصيني أقل معدل نمو سنوي له منذ أكثر من 3 عقود في 2023، حيث سيرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.2%، وهو أقل معدل منذ عام 1990 باستثناء فترة تفشي وباء كوفيد. وسرعان ما تباطأ التعافي الذي طال انتظاره خلال العام الماضي، فيما أثر غياب الثقة في أوساط السكان والأعمال التجارية على الاستهلاك، كما تؤثر أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين. كان قطاع العقارات يساهم بحوالي ربع الاقتصاد الصيني، وبينما شهد نموا هائلا على مدى عقدين، إلا أن الصعوبات المالية التي واجهتها شركات كبرى باتت تغذي مشاعر عدم الثقة في أوساط المستثمرين والعديد من الصينيين الذي كان شراء العقارات ملاذا آمنا لمدخراتهم، لكن تراجع الأسعار أثر سلبا عليهم. المؤشرات المتباينة بين ارتفاع قطاع السيارات والسياحة والخدمات وتراجع الصادرات وتزايد البطالة والتوترات الجيوسياسية مع واشنطن غذت توقعات صندوق النقد بأن يتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 4.6% هذا العام وإلى 4.5% وفق البنك الدولي، بعيدا عن النسبة المستهدفة من الحكومة والتي تتجاوز 5%. تتواصل فعاليات الدورة 54 من المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في مدينة دافوس السويسرية تحت شعار إعادة بناء الثقة. يناقش المنتدى أهمية توطيد العلاقات الدولية واستعادة الثقة في المستقبل، إذ يرحب بجميع المنظمات الدولية الكبرى وبأكثر من 100 حكومة، فيما يركز الاجتماع السنوي هذا العام على 4 قضايا رئيسة تسلط الضوء على أهمية العمل الدولي المشترك في مجابهة التحديات الإنسانية والمناخية والاجتماعية والاقتصادية.
ورياضيا، حيث خاض المنتخب الوطني تدريبه على ملعب غاردن بوتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيجان استعدادا لمواجهة غانا الخميس المقبل في 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية. شهد الميران تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضوا مباراة موزمبيق، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية ثم تقسيمية. تعادل المنتخب الوطني في الجولة الأولى مع نظيره الموزمبيقي بهدفين لمثلهما في مستهل مشوار الفراعنة في منافسات المجموعة الثانية بالبطولة التي تستضيفها كوت ديفوار. إلى ذلك يستهل اليوم منتخب تونس أولى مواجهاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية بلقاء نظيره منتخب ناميبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر البطولة. تسعى تونس لتقديم بطولة جيدة والمنافسة على اللقب الأغلى في القارة السمراء، ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء في 8:07 مساء بتوقيت القاهرة. هذا ويواجه منتخب مالي نظيره جنوب أفريقيا اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية. يأمل منتخب جنوب أفريقيا في انطلاقة قوية تعوضه عن غيابه عن نسخة الأخيرة في عام 2022، وفي المقابل يركز منتخب مالي في مشاركته رقم 13 بكأس الأمم الأفريقية على عدد من النجوم المحترفين في أوروبا. يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد لخوض حملة الدفاع عن لقبه ببطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر بين 17 و 27 من يناير الجاري. المزيد عن البطولة والمواجهات يستعرضه لنا الزميل محمد أنصاري. مشاهدينا أهلا بكم. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 17 وحتى 27 من يناير الجاري على استاد القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. ويطمح منتخب مصر في التتويج بالبطولة الأفريقية 9 في تاريخه، حيث سبق وحقق المنتخب الوطني اللقب 8 مرات أعوام 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020 و2022، بينما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل والمركز الثالث مثلها، إذ شارك الفراعنة في 23 نسخة مسبقا، فيما لم تشارك مصر في أول نسختين للبطولة أعوام 1974 و1976. تم توزيع المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى كاب فيردي، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا. أما المجموعة الثانية فتضم مصر وغينيا والكاميرون والكونغو، وجاءت المغرب والجزائر والجابون وليبيا في المجموعة الثالثة، بينما تلعب في المجموعة الرابعة والأخيرة منتخبات تونس وأنغولا ونيجيريا وكينيا. ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم بمواجهة منتخب غينيا يوم 17 من يناير الجاري على صالة استاد القاهرة في تمام الساعة 8 مساء، ويلاقي منتخب مصر الكونغو في المباراة الثانية يوم الجمعة 19 من يناير في تمام الساعة 6 مساء، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الكاميرون يوم 21 من الشهر الجاري في تمام الساعة 6 مساء. طريق الفراعنة إلى نهائي البطولة يمر عبر المجموعة الرابعة، حيث تقضي قرعة البطولة أن يقابل متصدر ووصيف المجموعة الثانية التي تضم مصر وصيف متصدر المجموعة الرابعة التي تضم تونس، ما يعني احتمالية وجود نهائي مبكر ما بين مصر وتونس في الدور النصف النهائي.
ويتأهل الفائز باللقب مباشرة إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامتها في يوليو المقبل. جاءت تميمة البطولة على هيئة فرعون يحمل كرة يد، أما شعار البطولة فجاء على هيئة قارة أفريقيا. ومن المقرر أن تشهد البطولة حضورا جماهيريا كبيرا، وستباع تذاكر المباريات بنظام اليوم الكامل. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأبرز تفاصيل بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر اعتبارا من 17 من يناير الجاري. شكرا لطيب المتابعة. يواجه فريق بيراميدز طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الرابطة. يسعى فريق بيراميدز لحصد أول ألقابه من خلال كأس الرابطة، بينما يبحث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن ثاني ألقابه مع الفريق. هذا ويتصدر فريق طلائع الجيش المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويليه فاركو برصيد نقطة واحدة، ثم بيراميدز في المركز الثالث برصيد نقطة أيضا، وأخيرا يتزيل زاد المجموعة بدون نقاط. لذلك استضيف استاد الإسكندرية مواجهة قوية تجمع بين فريقين مودرن فيوتشر وسموحة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الرابطة. يحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022 بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5 أهداف لهدف 1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023 بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1. ونوه لحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا الآن، حيث تقدمت نقابة الصحفيين بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج. هذا وقد تواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح. هذا ووجه الدحدوح الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية، كما وجه الشكر للزملاء في الجزيرة على دعمهم له، مشيرا إلى أنه سيتوجه لقطر لاستكمال علاجه. هذا وشددت نقابة الصحفيين على مطالبتها المستمرة بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ومحاكمة مجرمي الحرب، كما تشكر كل أجهزة الدولة المصرية وبذلك الجهد للمساعدة في قضية وائل الدحدوح وعلاج الجرحى الفلسطينيين. إذن وصلنا بكم لعناوين هذه النشرة. رئيس السيسي يثني على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة. شكري يؤكد التزام مصر بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم عراقيل الاحتلال. والاحتلال الإسرائيلي يرتكب 12 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 132 شهيدا. ختام نشر مشاهدينا، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا لحضراتكم جزيلا على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات الزميل محمد الرميحي، وهذه تحياتي لحضراتكم. أنا حول محمد، إلى اللقاء.